قد دعت التنسيقية المهنية لقطاع الصحة إلى احتجاج على ما ترتب عنه من المراقب الطبي المراقب المالي الذي دائما يتقاعس بتقديم مستحقات هذه العمال، خاصة بعد التعليم الوزارية وزير الصحة ووزير المالية بدفع مستحقات كوفيد قبل عيد الأضحى الشطر الرابع، إلى أنه تفاجأنا برفض بعدم التوقيع من طرف المراقب المالي لولاية غليزان على هذا التماطل المحظور. عقب التماطل المتواصل من قبل المراقب المالي في صب منحة كوفيد 19 الشطر الرابع لعمال المؤسسة العمومية الاستشفائية لولاية غليزان، قررت تنسيقية مهني عمال الصحة لهذه الأخيرة بتنظيم وقفة احتجاجية تسهى بعدما خالف المراقب المالي تعليم الوزارية رقم 16 MSPRHSG بتاريخ 4 جويلية 2021 التي تنص على ضرورة دفع منحة كوفيد 19 الشطر الرابع قبل عيد الأضحى المبارك، بالرغم من موافاة الوزارة بالاعتمادات المالية اللازمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ. تأخير العام 12 تأخير سواء في المنح ولا في الروندمون ولا في لاباي ولا في خاصة في الآونة الأخيرة راه تروبورتا منحة كونتاجيو وتروبورتا لي بوست سوبيريور. احنا رانا نفس الاشكال ونفس المشكل من بكري، لا مع المراقب المالي ولا مع خاصه هنايا لوكال، يعني وما كاين الدومين هنا الدومين تاعنا هنا نفس الاشكال، يعني بقينا في نفس المرض. الله يهديهم. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناه الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.